ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم تتابعوا هذا الفيديو على قناتي. في هذا الفيديو جبت لكم اختبار الفصل الاول في مادة اللغة العربية للسنة اولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا. نبداو على بركة الله بالنص او الشعر تاعنا. اذا قنع الفتى بدميم عيش وكان وراء سجف كالبنات، ولم يهجم على أسد المنايا، ولم يطعن صدور الصافنات، ولم يقر الضيوف إذا أتوه، ولم يروا السيوف من الكمات، ولم يبلغ بضرب الهام مجدا، ولم يكن صابرا في النائبات. فقل للناعيات إذا نعته ألا فاقصرن ندب النادبات، ولا تندبن إلا ليث غاب شجاعا في الحروب الثائرات. دعوني في القتال أمت عزيزا، فموت العز خير من حياة. ستذكروني الماء معامع كل وقت على طول الحياة إلى الممات. وإني اليوم أحمي عرض قومي، وأنصر آل عبز على العدات، وأخذ ما لنا منهم بحرب تخر لهم متون الراسيات. النص هذا عبارة عن كالتالي، نبدأ نشرح فيه، اسمحوا لي فقط. إذا قنع الفتى بدميم عيش، يعني إذا اقتلع الفتى يعني بقلة العيش، يعني يكون يعيش في طبقة فقيرة، وكان وراء سجف كالبنات، يعني كان وراء يعني الواجهة يختبئ كالبنات، ولم يهجم على أسد المنايا، ولم يطعن صدور الصافنات، يعني ما تهجمش كالأسد وما طعنش صدر أحد الصافنات، ولم يقر الضيوف إذا أتوه، يعني ما اعتناش بالضيوف، ولم يروا السيوف من الكمات، ولم يبلغ بضرب الهمام مجدا، ولم يكن صابرا في النائبات، يعني ما حارب، ما دار ضيوف، ما مصبر، وكان كلبانات. فقل للناعيات إذا نعته ألا فاقصرن ندب النادبات، يعني يقول للناعيات اللي ضاروا يعيروا فيه ألا فاقصرن ندب النادبات، يعني اندبوا عليه. ولا تندبن إلا ليث غاب شجاعا في الحروب الثائرات، يعني ما تندبوش إلى ليث غاب شجاعا في الحروب الثائرات، يعني كي يروح شجاع عفوا في الحرب. دعوني في القتال أموت عزيزا، خلوني نموت وأنا عزيز، يعني ما تخلونيش نتخبك البنات، ما تخلونيش ما نقرش الضيوف، ما تخلونيش صابر، ما تخلونيش وسمو، لا، هادو صفات واحد ماهوش مش فتى من الاخر، انما الفتى اللي يروح يخليوه يقاتل ويموت عزيزا من خير له من حياة. ستذكرني المعامع كل وقت، يعني حتى تذكروني في الحروب على طول الحياة الى الممات. واني اليوم احمي عرض قومي، يعني نحميهم من كل عدو، واخذ ما لنا منهم بحرب تخر لهم متون الراسيات. هذا شعر لعنترة بن شداد، كان شجاع، كان يمتاز بالفروسية، كان يمتاز بالجود، كان يمتاز بفخر في القوم، كان يحمي قومه إلى آخره. إذن هذا هو النص. روحوا إلى البناء الفكري، سمحوا لي ونعرف لا صراحة هكذا. عندنا البناء الفكري. ما القيمة الخلقية والاجتماعية الذي يدعو إليها الشاعر؟ قال المتنبي: وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا. عين البيت الدال على هذه المعنى وشرحه على ماذا يدل؟ ما المكانة التي احتلها الشعر بين قومه؟ كيف بلغها؟ ما الغرض الشعري الذي تنتمي إليه القصيدة؟ كيف تبدو لك شخصية الشاعر وملامح بيئته من خلال الأبيات؟ البناء اللغوي، أعرف ما تحته خط في النص وما في الجملة الآتية. إذا ما تستعن بالله على البلاء تلقى مخرجا. عفوا، ما الأسلوب الغالب على النص؟ استخرج الصورة البيانية الواردة في البيت السادس، اشرحها، استخرج من القصيدة تشبيها، حدد أركانه واشرح ما النمط الغالب على النص مع التعليل. الوضعية الإدماجية، اختر موضوعا واحدا وأجب عنه،
سند. كنت في نقاش مع زميل لك حول موضوع ما، وأثناء النقاش لاحظت أنه شديد التعصب لرأيه، وأنه لا يقبل النقد والتوجيه إلى درجة أنه يصر على رأيه ولو كان خاطئا. التعليمة: انطلاقا من السند، اكتب فقرة تبين فيها لصديقك ضرورة التحلي بروح الحوار وقبول النقد وتفتح على آراء الآخرين ومناقشتهم بالعقل والدليل لا بالعنف والتعصب، موظفا مجازا لغوي. الوضعية الثانية: السند يعد العصر الجاهلي مهد الكثير من القيم والفضائل، والشجاعة واحدة من تلك الفضائل التي تعلق بها العربي منذ صغره. التعليمة: اكتب نصا تشرح فيه هذا القول مبينا أهم الظروف المساعدة على نشأة الشجاعة في البيئة العربية، موظفا فعلا مضارعا مجزوم واستعارة. نبدأ بالحل: البناء الفكري، القيمة الخلقية والاجتماعية التي يدعو إليها الشعر، التحلي بصفة الشجاعة والدفاع عن الآخرين وحمايتهم. البيت الدال على هذا المعنى هو البيت السابع. الشرح: اختار الشاعر على أن يموت عزيزا فالموت عزة، أحسن بكثير على الإنسان أن يموت جبالا واحتقرا بين قومه، وهذا يدل على شجاعة عنترة وإقدامه وكرم أخلاقه. احسن لعنترة مكانة رفيعة عند قومه لبسالته وحمايته لها رغم نبذها له لسواده، لكنه برهن لهم أن انتماءه لعبسة دافع قوي لجعله يتقلد الرماح للدفاع عنها رغما عن التصرفات الوضعية التي كانت تصدر عنهم. الغرض الشعري الذي تنتمي إليه القصيدة هو الفخر. تبدو شخصية الشاعر ذو شخصية واثقة قوية وصارمة طموحة شجاعة مقدمة على الحروب، ولا يهب الموت ولا لقاء الأعداء. ملامح بيئته بيئة صحراوية قاسية مظلمة يسودها الحروب والنزاعات. البناء اللغوي: الإعراب، قنع فعل ماضي مبني، قنع عفوا فعل ماضي مبني على الفتح، الفتح فعل مرفوع بالضم المقدرة على الألف المقصورة، منع من ظهورها التعذر، لم حرف جزم يفيد النفي، يبلغ فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون الظاهر والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، إذما حرف شط جازم لا محل له من الإعراب، تلقى فعل مضارع مجزوم بإذما وعلامة جزمه حذف حرف العلة، جواب شط كما قلنا. بالنسبة إلى الأسلوب الغالب على النص هو الأسلوب الخبري. الصورة البيانية: شبه الشاعر الفتى الشجاع بالليث، فحذف المشبه وصرح بالمشبه به مع ترك قرينة دالة شجاعا على سبيل الاستعارة التصريحية. التشبيه: إذا قنع الفتى بدميم عيش وكان وراء سجف كالبنات، الفتى المشبه، الأداة الكاف، البنات المشبه به. شبه الشاعر الفتى الغير الشجاع الذي يتقبل العيش مذلولا البنت التي تختبئ. النمط الغالب على النص: النمط الإخباري، لأنه يخبرنا عن صفات الفتى المقبول عند قبيلته. الوضعية الإدمانية: الأسلوب الملائم وتوظيف. أتمنى أنه الفيديو هذا قد نال إعجابكم واستفدتم منه ولو بالقليل، وديتم منه أفكار قد تفيدكم خلال يعني اقبلكم على الاختبار تاع الفصل الاول في ماده اللغه العربيه لعنتر بن شداد. تلقوا في فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.